الله يتقبل. امين. دعيتي لك تقبرني. معناتها خلاص صفي قلبك. طول عمري قلبي صافي ناحيتك. اوقات هيك بتضايق شوي، بزعل شوي، بس ما بقدر على زعلك. الله لا يحرمني منك. هاي هيك صلحة. بتقبليها؟ الله لا يحرمني منك، لا دنيا ولا آخرة. الله هيك عزحيني على الآخرة كمان. رجلي على رجلك. تتعشى معنا؟ صار لك زمان ما تعشيت معنا. أنا اللي بتعشى، والله أتعشى. حاضر. تفضل وشوفي كمان. انت روح روح وخلي حدا غيرك يحكي معي. انا ما بحكي مع واحد كذاب ومزور وعامل حاله كبير. لوزن كلامك يا ابني، انت ولد فسار، احكي على قدك. كذاب واحد مثلك. قلت لك روح وخلي حدا غيرك يحكي معي، عم تفهم؟ دير بالك، هذا ابو عصام زعيم الحاره وكبيرنا. من الاخر قلنا، ليش جاي انت وعساكرك على الحاره بالليل؟ انت سمعتوا باللي هربوا من سجن دير علي؟ الله يبارك فيهم يحميهم. شي بيرفع الراس والله. ادعوا قد ما بدكم، انا ما عندي مشكله، بس نحن كمشنا كم واحد، باقي سته وينهم؟ اول باشتان هدول اللي عم تحكي عليهم ما دخلوا على الحاره. ثاني باشتان لو كانوا عنا ما كنا سلمناك ياهم. شو يا حضره الضابط، ما تعودت علينا؟ ما فهمتنا؟ بقى ضب عساكرك وطلع، وحاجم مسي ومصبح عنا كل يوم بالحارة. صرت فايت وطالع لعنا أكتر منا يا زلمة. شباب عملنا يا سري مري، تيسر عمي تيسر. أنا قلت لكم بدي اللي هربوا، وهلأ قلنا لك ما فات حدا لعنا. أنتم مخبينه ببيت أبو محمود، وبيت أبو محمود هو ملك لحكومة الانتداب. لك مشان الله راح يصفى دمه، لازم ندق أي باب يا أخي. الله يستر عليك، احنا اللي هربنا من سجن دير علي، معانا رفيقنا متصاب واجرك عاد بتنزف. لا يا امي لا تفتحي، لا تفتحي. يا الله مشان الله يا اختي افتحي، مشان الله يا اختي. الفرنساوية صاروا بالحرم قاعدين يدوروا علينا، وشفت الحرانة احنا بلاد البلد. شو مالكم يا جماعة؟ وين راحت النخوة؟ ها افتحي يا اختي افتحي. لا يا امو لا، لا مرت عمي لا. وصلت اخي وصلت، فوتوا لجوا، فوتوا تخبوا جوا بسرعة، فوتوا اخي فوتوا. الله يجبر بخاطرك يا اختي، الله يجبر بخاطرك. عمنان البيت بدي فوتوا، يعني بدي فوتوا. اذا بيوصل الدم للركب بدي فوتوا للبيت. لك اذا الشام كلها بتصير دم بدي فوتوا. ولك انت اول واحد بدك تنقتل اذا بدك هوى بناحيه البيت، فهمت هاي ولا ما فهمت؟ بده ربط يا مو دلال، هاتي خرقه بيضا الله يرضى عليكي بسرعه. ايه على عيني يا مو. ما عندي شي بخرق ابيض هلا. ليكي روحي جيبي البشكير من المطبخ. يلا يلا. وصل يا مو. لك بشكير؟ ايه ما لقيت الخرقه يا مو. ايه لا حول ولا قوه الا بالله العلي. يا اختي هذا بشكير تليق، ما بشيك حاله يا اختي. لك يا اخي طول بالك عيني، زلمه راح يصفى دمه الله يرضى عليه. طول بالك لشوف شو بدي اعمل. حيجي الحكيم. الله
بشير يا بشير هلا إلا مرت عمي شو جابك لهون خير؟ الله يرضى عليك روح عيط لي لعمك أبو عصام قل له يجي على البيت ضروري حوسته هلا هلا إيه روحي روحي أنت روحي أنت أنا بنادي له يلا يلا روحي أنت ما تاكلي هم الله محييكم والله يا رجال والله اللي سويته أخته مع عصام ما حد بسويه الله وكيلك أخت الرجال توكلوا الله واجب هذا أخي واجب واجب الله يطول بعمرها ويخلي لك إياها الله يطول عمرك أخي هذا الجرى غمي غمي كثير والله إيه. حكيم ما خلينا ينزف كثير ماشي أنا هلا بدي منكم تضلوا شادين على الجرح وعاصين عليه منيحة تكرم حكيم لبمي أنا روح جيب العدة وارجع خلص توكل على الله توكل على الله خلوه خلوه الله يجزيك الخير الله ييسر لك جابي ليش تركت الحارة وجيت على البيت شو صاير؟ مين رايح جيت هلا تركي من اسئلتك بوشك على الدكان جيب لي شنطة العدة يلا بس فهمني لا روح هلا روح امي روح دريت شفت غطاكي جوا كنت مضطرة ابن عمي الزلمة رح يصفى دمه لك الله يبارك لي فيكي اي بعدين معك رح تضل واقف كتير انت وعساكرة في وقت محدد للفوتة انا بحدد انت بفوت وانت بطلع بس لازم تعرف انه رح يصير دم ذاتا البيت واقف للجامع ومطاليب نحن مالنا مخبيين بالحارة شو وينو كبير كور ايوه شو ناوي تشغشنا انت ساعة بتقول لا هو كبير كون ولا زعيمكن وساعة بتقول وين كبير كون بدي احكي معه اعتمد عمي كأنه شفته هرب أبو عصام ما بيهرب لأنه مو عامل شيء ليهرب بعدين الحكي اللي حكيتوه ما حدا صدقه من الناس هي قدامك كلهم كله كذب بكذب مشان هيك عم بنصحك نصيحة خذ عسكرك وبوشك على السكنة تبعك يلا ليك أنت عم تتجاوز حدودك كثير ها لا تاخذ وتعطي معي كثير قلت لك البيت بدي فوته يعني بدي فوته عم تسمع البيت ما رح تفوته طيب في حل أبو ظافر بفوت على البيت وبفتشه وبيطلع بيخبرنا شو شاف أنا بثق بأبو ظافر ايوه وليش عم تحاكيني كاني عسكري عندك وبتثق فيي وبفوت وما بعرف شو عمي نحن كلمتنا بعد ابو عصام ابو عصام بس اللي بفوت وكلمتنا كلمه بس انا ما بثق بابو عصام مشكلتك يا حضره الضابط انك ما بتثق بحدا ونحن كمان ما بنثق فيك لانه انت بنظرنا محتل شو قلت ابو عصام هو اللي بفوت طيب بفوت ابو عصام بس بفوت معه أبو جودت لا مو أبو جودت بفوت معه رستم وليش رستم؟ هيك ما بدنا أبو جودت يفوت على البيت فهمت؟ طيب بفوت أبو عصام وبفوت معه رستم يا أبي صافير قلي يا أبي رو نادي لعمك أبو عصام أمرك يا أبي أمرك ثبت 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 جورج عدى على المشكلة عمي عم تعظم خيرتك أبي ما عندنا العدة يلا بس الحمد لله الحمد لله
الحمد لله الحمد لله. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. الله يجزيك خير قوي. الله يعطيك العافيه. لا حول ولا قوه الا بالله. منين رجع؟ والله حكيم، محمود من حوران وانا من قامشلو وعدنان من الشام. والنعم والله والنعم. منك يا حكيم. شو حكايتكم؟ ابي هات ونشوف. عمي ابو عصام، احنا شغلتنا نجيب خضره من حوران وننزلها بسوق العال، ومثل ما بتعرف دوريات الفرنساويه معبي الطريق، بقى بوقفونا بيفتشونا وبياخذوا بمياه، والله وكيلك ما بنحكي معهم ولا كلمه. بس المره هاي كشكوها، قال شو بدهم الطنبر واللي فيه. وهون قامت قيامتنا، ما ظل فينا عقول، قمنا هجمنا عليهم وطبشنا لك يوم تطبيش. اجوا فزعوا، ما خلوا ولا فرنساوي بالدنيا كلياتها الا ما اجوا علينا. الله وكيلك صاروا مثل النمل، بيني وبينك ما عاد شفنا بعضنا، وهيك قدرونا واخذونا على سجن درالي، وهناك عملنا عصيان، قدمنا لك جندي فرنساوي فوتنا لعندنا لجوا، ويما فوتنا لجوا قامت قيامتهم، وهون صارت المعركة، معركة من اللي بيحبها قلبك. قتلنا لك 3 فرنساوية وفلينا 10 من السجن، وهذا اللي صار عمي أبو عصام. الله يعطيكم ألف عافية عمي، الله يحميكم. مليم جرب أخي الأسلوب، ما يبيت قدام النار، فتش على كيف كيف. تفضل شريف. وإذا طلع في مطالب عمي أبو عصام؟ مطالبهم ما راح تلاقي رستم أفندي، مطالب ما في. هون إذا لقيت حدا للبد يعني راح تلاقي أولاد بلدك، أولاد بلدك. يلا أبي يلا خلصنا شريف. شريف عمي أبو عصام. ما فهم علي. خلاص راح أقول إني فتشت البيت وما لقيت حدا. لك الله يبارك بالبطن اللي حملها، أنت أصيلة من وصلي والله، كل عمرها غالي عشمي فيك. بس معلش خذ وقتك شوي، حتى ما يقولوا والله فتشنا هيك قلقلة. لا فتش على 100 مالك. عود اخي عود مثل ما بدك عمي ابو عصام. ماشي. الله حي رستم ابن البلد. خليك دايق رستم، راح اجيب لك دمعه شاي. هات كرسي يا زلمه. يلا لك انت. سيدي ما لقيت حدا. بس بقى بشيل. قول والله عمي. الله. وعافيك يا خالد. الله يشفيك. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هلا قلبي انا. عليكم السلام. الحمد لله على السلامه يا رجال. الله يسلمكم. انتم ببيت امن والفرنساوي انقلع. الله يجبر بخاطركم، والله فضلتوا على رسنه هون، وان شاء الله نخدمكم بالافراح. تصاوب برجله ما؟ اي والله تصاوب برجله، واجره قاعده بتنزف. ابو عصام، انا باخذ الشباب لعندي والمتصاوب بضل عندك. الله يجزيك الخير، انت ما بتاثر، كل عمرك اصيل ابو ظافر. لا ما له شيء، لا ما حتفرق واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، انت بابا وكل الله. ما رح نلبككم يا رجال، بس يخف عدنان باذن واحد احد رح نطلع من الحاره. انت كردي جانو؟ بلي سيدا، من قامشلو بس هلا ساكن بالشام. اهلا وسهلا فيكم، من وين ما كنتوا تكونوا، نحن اولاد بلد وحده. سعاد خوش قلي. الله يجبر بخاطركم يا رب. شو؟ نعم سيدي. بيجي فوق راسك ويجي كباسك. وقت اللي فت على بيت ابو محمود شو شفت؟ ما شفت شيء سيدي. لا بلا شفت سيدي، شفت انه زعتر كان قاعد جوا. شو عم يساوي زعتر بيت ابو محمود؟ والله يا سيدي ما بعرف. سيدي ابو جودة؟ شو بدك؟ هيك يعني سؤال. سؤال. هلا انا وانت مو اولاد بلد وحده؟ شو قصدك يعني بهذا السؤال؟ يعني انا وانت واهل حاره الضبع مو سوريين؟ بلا. سيدي بس كانه نحن عم نشتغل مع الفرنسي ضد اهل بلدنا. ايوه. من ايمتى اجاك هذا التفكير؟ وليش عم تحكي بهذا الحكي هلا؟ سيدي مجرد حكي، بدك ما تدقق. مجرد حكي. الو. احترامي سيدي. نعم سيدي. انا ورستم بمكتبكم. حاضر سيدي. احترامي. خير سيدي شوفي؟ كوماندا بده ياني انا وياك بكره الصبح بمكتبه. لا حاضر سيدي.